nous arrivons à une nouvelle étape importante pour ce programme, un rendez-vous destiné aux acteurs et aux entrepreneurs du conseil de gestion et de l'accompagnement entrepreneurial pour vous présenter le processus de sélection des structures d'accompagnement entrepreneurial et le processus de délivrance des prestations. J'invite le docteur Younes Khoury, ministre de l'Inclusion économique de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, pour l'allocution d'ouverture de ce séminaire. Merci, monsieur le ministre. عبر هذا اللقاء المهم مع الفاعلين الاقتصاديين ومع أرباب المقاولات والمكاتب ديال التكوين واللي غادي يعني درنا هذا الاجتماع المهم باش ندير واحد التحسيس لجميع الفاعلين في المجال ديال ريادة الأعمال على أنه البرنامج أنا مقاول كينطلق فعليا عبر واحد طلب ديال العروض سوف يشمل التراب الوطني كله، وهاد طلب العروض غيعطينا الانتقاء ديال واحد العدد ديال الفاعلين اللي غيديروا المواكبه ديال حاملي المشاريع وحتى ديال الناس اللي عندهم المقاولات وخدامين وخصوصا اللي كاينين في القطاع غير المهيكل. ثانيا غادي يكونوا واحد العدد الناس اللي خصهم يواكبوا حاملي المشاريع ديالنا في المجال ديال التكوين وفي المجال ديال الاستشاره كونسي وفي المجال ديال يعني المحاسبه على توني ديال لا كونتابيليتي. وكيف ما كتعرفوا برنامج انا مقاول كذلك جاب واحد الاجراء نوعي جديد اللي هو الكلفه ديال السومه الكرائيه اللي تقدر تكون عند المقاولين الصغار كيتكلف بها في حدود 10,000 درهم في السنه. اذا هذه الاجراءات جينا باش نفسروها اليوم للفاعلين الاقتصاديين قبل ما نطلقوا طلب العروض الوطني، باش ملي تطلق طلب العروض الوطني يكون هذه المعلومات وصلت لاكبر عدد ممكن من الفاعلين ونشجعوا هذه المكاتب اللي عندنا ديال التكوين وديال الدراسات المغربيه اللي حتى هي صغيره واللي حتى هي يعني عندها ربما واحد الممارسه في هذا المجال انها تواكب هذا البرنامج مع احترام طبيعه الحال جميع المساطر ديال طلبات العروض. والهدف هو انه بضع اسابيع ان شاء الله مر هذا الاجتماع يكون الانطلاق الفعلي باش يبدا الشباب ديالنا ولا سيما المقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار يستفدوا من هذا العرض ديال الخدمات الجديد. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.